كتير ناس سألوني أصلا أمريكا بدها ممرضين؟ أصلا إحنا لو قدمنا لأمريكا من قبل، أنت ما معك خبر إنه أمريكا محتاج ما يقارب 1,000,000 ممرض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرة ممرض. نتكلم فيها عن التمريض، مهنة العظماء، وبنتكلم فيها عن السفر والهجرة وأشياء ثانية كثير. فلو عجبك العنوان خليك معنا للأخير، ولا تنسى الهاند واشنج، البس الجلافز، هات الماسك وتفضل معنا. زي ما سمعتوا في الثواني الأولى من الفيديو، اليوم رح نتكلم عن لمحة صغيرة عن نقص التمريض أو الحاجة إلى التمريض في الولايات المتحدة الأمريكية هسا حاليا وأنا بحكي معكم. طبعا هذا الكلام كلام مثبت علميا، جايبه من مصادر حكومية. كل الأرقام هون في هذا الفيديو حسب الأمريكان أسوسيشن أوف كوليج أوف نيرسز، منظمة كليات التمريض في أمريكا، US Bureau of Labor Statistics اللي هو ديوان إحصاءات العمال الأمريكي، والمجلس الوطني لنقابات التمريض في الولايات اللي هو National Council of State Boards of Nursing. فالكلام جايبه من أهم 3 مصادر حكومية بتتكلم عن عدد الموظفين في مجال التمريض. قبل ما نبدأ، الفرق في أمريكا بين الممرض القانوني والمشارك والمتخصص هو الممرض المشارك بيكون دارس 2 سنين بعد الثانوية العامة سواء في معهد أو كلية، الممرض القانوني دارس 4 سنوات في الجامعة، الممرض المتخصص بكون متخصص بعد البكالوريوس، يا ما يخد دورة سنة، دبلوم عالي سنة ونص، ماجستير أو دكتوراه. أهم معلومة أنه أمريكا تواجه نقص حاد جدا في الممرضين والممرضات حاليا، الممرضين المسجلين تحديدا، يعني الناس اللي طالعين من جامعة. ومن المتوقع أن يتفاقم مع اتجاه الممرضين المسنين اللي بسموهم البيبي بومرز إلى التقاعد. في أمريكا أو في الغرب كل جيل أو كل 20 سنة إلهم اسم لحال. الناس اللي نولدوا ما بين 1946 و1964 بسموهم البيبي بومرز. هذول الناس اللي نولدوا بالفترة هاي حالياً أعمارهم بين 60 و80، فهم بيجهزوا حالهم للتقاعد، وهي مشكلة كبيرة لأنه أصلاً كل سنة بزيد الحاجة إلى الممرضين، بتزيد أعداد الناس، بتزيد أعداد المرضى، بتزيد أعداد المستشفيات، وبالتالي بتزيد الحاجة إلى الممرضين. من جهة ثانية بزيد أعداد اللي بتقاعدوا، فهي مشكلة ثانية مش حاسبين لها حساب. عدد الممرضين في الولايات المتحدة، هاي الإحصائية جديدة بجوز قبل 2 أو 3 شهور، عدد الممرضين في الولايات المتحدة 4,700,000 ممرض وممرضة، هذول اللي معهم رخصة مزاولة المهنة، لكن منهم 89% يمارسون التمريض، وال 11% الثانيين يا بدرسوا بجامعات يا لهم شغل غير البيت سايد. متوسط عمر الممرض الأمريكي 46 سنة، بتوزعوا حسب العرق 80% أبيض، 7% آسيوي، و6% أسود، والباقي أعراق مختلفة. 7% آسيوي، أغلبهم من الفلبين جايين. معظم العاملين بالتمريض في أمريكا إناث، حوالي 91 أو 92%، والشباب هناك يدوب 9%. عدد الممرضين لعلمك أكثر من 4 أضعاف عدد الأطباء المسجلين والمرخصين في أمريكا، وهي مشكلة كبيرة. يتوقع أن يتم خلق 203,000 فرصة عمل للممرضين ما بين 2021 و2031. حالياً هم محتاجين 800 أو 900,000، تخيل خلال 10 سنوات راح يعينوا 200,000 بس. فوانا بحكي معك من هون ل7 سنين بدهم 600,000 او 800,000، هذول اللي محتاجينهم هسه وانا بحكي معك، وكل سنه ضيف على هذا الرقم كمان 170 او 200,000. الممرضين من اكبر المهن عددا ومن افضل الرواتب. معدل مرتب الممرض في امريكا حوالي 77,600 دولار سنوي. طبعا الممرضين اكبر عنصر في القوى العامله في المجال الصحي، تقريبا 59 أو 60% من العاملين بالمستشفيات في امريكا، وحوالي 71% منهم معهم بكالوريوس او درجه اعلى، يعني ماجستير ودكتوراه. سنه 2022 الاحصاءات قالت انه في 17% من الممرضين في امريكا معهم ماجستير، و 2.7% عندهم دكتوراه. طبعا لعلمك الطلب الحالي على الماجستير والدكتوراه اعلى من البكالوريوس، والطلب على البكالوريوس اعلى من الطلب على الدبلوم او التمريض المشارك، ويكاد تلاقي فيش حدا بيطلب تمريض مشارك، ولو طلبوا ممرض مشارك بيكون بشرط انه معك 3 أو 4 سنين بدك تكون كمل جامعه وصرت RN. اصحاب العمل او مدراء المستشفيات يعبرون عن تفضيلهم القوي للممرضات الحاصلات على شهاده البكالوريوس. 28% من أصحاب العمل يطلبون من الموظفين الجدد الحصول على درجة البكالوريوس، بينما 72% يفضلون الممرضات اللي مستعدات للبكالوريوس. يعني 3/4 ما بشغلك إلا تقول له أنا ناوي أجسر، والربع اللي ظل هو بقول لك يا بتجسر يا أما مش راح أعينك. ماشي بعطيك عقد 4 سنين، بس قبل ما يخلص الـ4 سنين بدك تكون صرت
معك شهادة جامعة. أمريكا فيها 2600 كلية أو جامعة تقدم برنامجاً لدرجة التمريض، 1631 كلية بتدرس تمريض مشارك، 1033 كلية بتدرس تمريض البكالوريوس، 594 كلية تقدم برامج الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وفي 614 من هذول ال 1033 بتقدم برامج التمريض عبر الإنترنت، بتأخذ الماجستير أونلاين. في 149 كلية بتقدم برامج ودورات للممرضين المتخرجين من الجامعة بعد التخرج، بتعطيهم برامج عبر الانترنت. يعني بدك دورة 6 أشهر سنة بلوم مهني سنة ونص مثلا بتقدر تأخذه أونلاين. من الـ 1033 كلية اللي بدرسوا بكالوريوس، منهم 900 تم اعتمادهم من قبل لجنة اعتماد تعليم التمريض الأمريكية، وفي 762 كلية اعتمدتهم لجنة ثانية اللي هي لجنة تعليم التمريض الجامعي. طيب ليش في نقص في الممرضين والممرضات في أمريكا؟ مؤشرات النقص بتقول إنه من المتوقع أنه تتوسع القوى العاملة في التمريض في أمريكا خلال السنوات القليلة القادمة 6% فقط في السنة، يعني بتوقع أنه بالسنة يزيدوا حوالي 177 ألف ممرضة. بالنسبة للممرضات اللي بيتقاعدوا، هذول تقاعدهم يخلق 193 ألف فرصة عمل. يعني شوف الرقمين هذول بس بينهم فرق يمكن 18 ألف أو 20 ألف. أيضاً رح تنمو القوى العاملة أو رح تنمو الحاجة إلى ممرضين متخصصين معهم ماجستير ودكتوراه بنسبة 38%، وهي نسبة أكبر بكثير من الحاجة إلى ممرضات البكالوريوس. هذا من 2022 ل 2032، يعني 10 سنين بس. فرح نحتاج قبل 2032 أكثر من 29 ألف نيرس براكتيشنير أو ممرض مختص. أكبر نقص في التمريض متوقع من هون لحد عام 2035 في ولاية واشنطن اللي هو 26%، بعدها جورجيا 21%، كاليفورنيا 18%، أوريغون 16%، ميتشيغان 15%، إيداهو 15%، لويزيانا 13%، نورث كارولاينا 13%، نيوجيرسي 12%، وساوث كارولاينا 11%. إجمالي المعروضين من التمريض يعني الخريجين انخفض أكثر من 100 ألف من عام 2020 ل 2021، تخيل في سنة واحدة فقط، بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وهو أكبر انخفاض تم ملاحظته خلال الأربعين سنة الماضيات على الإطلاق. معهد الطب الأمريكي في تقريره حول مستقبل التمريض دعا في توصياته إلى أن تكون عدد الممرضات اللي معهم بكالوريوس على الأقل 80% من القوى العاملة في مجال التمريض. الحاصل حالياً أنهم 69% بس. في شهر 3/2023 لاحظ التاريخ، يعني بعد ما انتهت الكورونا كمان، أصدر المجلس الدولي للممرضات تقرير يدعو فيه إلى معالجة النقص العالمي في عدد الممرضات على أنه حالة طوارئ صحية عالمية. شوف كيف كان وضع أيام كورونا، إذا هيك بعد ما خلصت كورونا. فأنت شايف الأرقام شو بتقول؟ إحنا محتاجين مئات الألاف من الممرضين في أمريكا بس، محتاجين ما بين 700 ألف إلى مليون حاليا، وأنا بكلمك، وهذا الرقم كل سنة بزيد 100 أو 150 ألف. النقطة الثانية أو العنوان الثاني، العنوان الثاني العوامل المساهمة التي تؤثر على نقص التمريض. طيب ليش في عندهم نقص بالتمريض؟ على الرغم من أنه التسجيل في برامج البكالوريوس للمبتدئين في التمريض زاد بنسبة 3% سنة 2023، إلا أنه الـ AACN اللي هي نقابة التمريض بتقول لك في انخفاضات في كل برامج التمريض للدكتوراه والماجستير 3% و9% على التوالي، والنقص في أعضاء هيئة التدريس يقيد الالتحاق ببرامج التمريض. في العام الجامعي اللي خلص هذا 2023-2024 رفضت كليات التمريض 67 ألف طلب لمتقدمين كان نفسهم يدرسوا تمريض بسبب عدم كفاية أعضاء هيئة التدريس. أنت متخيل الرقم؟ في مسح خاص شمله 922 كلية فقط، يعني تقريبا ثلث جامعات البلد، تم تحديد 197 ألف وظيفة شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في أكثر من كلية في أكثر من جامعة في أمريكا. تمريض بس بنحكي، كلية التمريض بس بنحكي. فبالتالي لو كل طالب بده ينزل ثلاث مواد بالفصل فقط، في 70 ألف مش راح نجيب له كل سنة. في دراسة نشرت في 4/10/2023 حددت الدراسة أو خلصت الدراسة إلى نتيجة أنه 25% من الممرضين في أمريكا يخطط لترك المهنة لعدة أسباب بعدين بنحكي فيها. المشكلة الأكبر حتى لو العدد الموجود عندك بكفي، في إشي اسمه التركيبة الديموغرافية. يعني لو عندك ممرضين مثلا 1% منهم متخصص في تمريض كبار السن أو الجرياتريك، هاي مشكلة، لأنه السنين القليلة القادمة رح يزيد عدد الناس اللي عمرهم فوق ال 65 عاما من 58 مليون
إلى 82 مليون خلال الثلاثين سنة القادمة. يعني بده يصير ربع الممرضين مختصين جرياتريك، واحنا هون صار عندنا مشكله غير الكميه، مشكله بالنوعيه كمان. راح يصيروا المسنين 23% من سكان امريكا، فبده يصير تمريض الجرياتريك اكثر من 20% من التمريض الموجود. مع تفاقم الوباء اللي هو كورونا، عدم كفايه عدد الموظفين ادى الى توتر الممرضات مما اثر على الرضا الوظيفي. يعني وقت الكورونا الممرضين والممرضات صار عليهم ضغط شغل كثير، فاللي كان يحلم بالاستقالة 1% صار مصمم عليها 100%، واللي كان مش مفكر فيها صار شبه متأكد منها. في أحد الدراسات في شهر 3/2022 في عز جائحة كوفيد-19 عملوا دراسة وجدت أنه أكثر من 52% من الممرضات يفكرن في ترك منصبهم الحالي بسبب عدم كفاية الموظفين وعدم القدرة على تقديم رعاية جيدة، و 75% أبلغوا عن شعورهم بالتوتر والإحباط والإرهاق. نقطة مهمة عجبتني إنه لما ما يعرفوا يعطوا كل اللي عندهم بزعلوا. مش زي عنا، إحنا إذا واحد قال بشتغل عنك وقعد وارتاح بنبسط، بس هم لا، بقول لك إذا أنا مش قادر أعطي كل اللي عندي معناته أستقيل أحسن لي. وهي النقطة في أمريكا في التمريض بالذات موجودة. نحكي في الدايمنشن الثالث أو العنوان الثالث، تأثير توظيف الممرضات على رعاية المرضى. طيب لنفرض أنه في عندهم نقص، ما إحنا عندنا نقص في الأردن وفي نقص في مصر وفي نقص في كل بلاد العرب وفي نقص في كل الدول المتقدمة وغير المتقدمة، شو يعني عندك نقص 20% في الممرضات؟ شهر 11/2021 وجد الباحثون أن وجود نسبة أعلى من الممرضات الحاصلات على البكالوريوس في المستشفيات يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات للمرضى الداخلين لمدة 30 يوم. طب لاحظ الموضوع، كل ما كان عندك ممرضات دارسات فهمنات ومؤهلات أكثر كل ما انخفض نسبة الوفيات في المستشفى. في دراسة ثانية نشرت شهر 5/2013 ثبت أن ارتفاع عدد المرضى ارتبط بارتفاع معدلات إعادة القبول في المستشفى. شو جاب السيرة؟ الدراسة وجدت أنه لما تسلم الممرضة أكثر من 4 أطفال أو أكثر من 4 مرضى بزيد إعادة الإدخال إلى المستشفى بشكل ملحوظ أو بشكل كبير. يعني الممرضة سلمها 3 أو 4 بطيبة وعمرهم ما برجعوا، سلمها 5 أو 6 في واحد من هالستة بعد الخروج بأسبوع رح يدخل ورح يرجع يتعب. شهر 8/2012 حددت كثير من الدراسات وجود ارتباط بين ارتفاع نسبة المرضى إلى الممرضات اللي هو الريشيو مع زيادة التهابات المسالك البولية اللي هي UTI والموقع الجراحي اللي هي Surgical Site Infection. فكل ما الريشيو ارتفع كل ما زادت الالتهابات والمضاعفات عند المريض. في هذه الدراسة اللي صارت في ولاية بنسلفانيا بالمناسبة وجد الباحثين أنه حتى لو زدت الريشيو 1، يعني الممرضة كانت مستلم 4، لو صاروا 5 1 بس اللي زاد بتفرق وبصير في احتمال للمضاعفات وأحيانا للوفاة. في دراسة نشرت شهر 4/2011 وجدت الدراسة أنه ارتفاع مستويات التوظيف في الممرضات ارتبط بعدد أقل في الوفيات. كل ما عينت ممرضات أكثر خففت الشورتج اللي عندك أكثر، كل ما قل عدد الوفيات. وغير الوفيات قلت حوادث الفشل في الإنقاذ، يعني CPR صارت نسبة السكسسفول أكثر، وانخفاض معدلات الإنفكشن ومدة الإقامة في المستشفى للمرضى صارت أقصر. دراسة ثانية في شهر 3/2011 أثبتت أن خطر الوفاة بالنسبة للمرضى كان أعلى بحوالي 6% في الأقسام التي تعاني من نقص الممرضين مقارنة بالوحدات المجهزة بالكامل. في دراسة نشرت في 24/9/2003 كان في زيادة بنسبة 10% في نسبة الممرضات الحاصلات على درجة البكالوريوس أدى إلى انخفاض خطر وفاة المريض والفشل في إنقاذه من الوفاة بنسبة 5%. يعني كل ما تعين بنتين معهم بكالوريوس أنت بتنقذ واحد من الموت. طب لحظة قبل ما تكمل، فيش غير التمريض فيهم نقص في أمريكا؟ لا طبعا، في نقص في الأطباء. في نقص في الأطباء في الولايات المتحدة، وهي قضية تزداد نموا وتعقيدا، لأن الطبيب تدريسه وتدريبه وتجهيزه وإعداده أصعب بكثير، أطول زمنيا بكثير من الممرض، ومكلف أكثر بكثير جدا. فصعب جدا، أنت كل ما تدرس أو تخرج 5 أو 10 ممرضين بتخرج دكتور واحد،
وحتى اللي جايين من بره مش راضيين يجوا لانه عمليه الهجره للطبيب الى امريكا معقد شوي، وعمليه ترخيص المهنه معقد اكثر بكثير. وفقا لتقدير جمعيه الكليات الطبيه الامريكيه، يتوقع ان تواجه الولايات المتحده نقصا كبيرا جدا في الاطباء بحلول عام 2034، يتراوح ما بين 37,000 و124,000 طبيب. تخيل، في الرعايه الاوليه بيحتاجوا من 17 إلى 48 ألف طبيب، وفي التخصصات الأخرى مثل التخصصات الجراحية والطبية التخصصات الفرعية المتخصصة بيحتاجوا ما بين 21 ألف إلى 77 ألف طبيب. ليش جبنا سيرة الأطباء؟ لأنه لما يصير في نقص في الأطباء يتم الاعتماد على الممرضين وخصوصا الممرضين المتخصصين. هون صار في وظيفة جديدة أو بوزيشن جديد أو شهادة جديدة اسمها النيرس براكتيشنير أو الأدفانس براكتس نيرس. أنت مثلا شغال في طوارئ حبيتها، بتروح الجامعة بتاخذ ماجستير أو دكتوراه طوارئ، بصير اسمك نيرس براكتيشنير. حبيت مثلا الأطفال، حبيت المنتل هيلث، حبيت أي تخصص، بتاخذ فيها ماستر، بتصير ممرض أخصائي ديابيتك، أخصائي أطفال، أخصائي جي آي، أخصائي أي إشي، وبتفتح عيادة بتشوف مرضى وبتكشف عليهم، بتكتب وصفات زيك زي أي طبيب. في تخصص في أمريكا اسمه الفورنسينك نيرسينج، بتصير أنت ممرض طب شرعي، بتروح على موقع الجريمة وبترفع البصمات وبتفحص المرحوم وبتاخذه معك على المشرحة وبتشرحه وبتكتب التقرير، وفي النهاية بيجي الطبيب الشرعي بس بيختم. ليش؟ لأنه في كل ولاية طبيب شرعي أو اثنين. فمن كثر ما هم الأطباء قلال صار الممرض يشتغل ثلاث أرباع شغل الطبيب، بشرط أنه يكون معاه ماجستير على الأقل. عشان هيك جبنا سيرة نقص الأطباء. لكن هل يكفي الممرضون الخبراء أو البراكتيشنيرز لسد النقص؟ طبعا لا. في الرعاية الأولية زي المراكز الصحية مثلا، ممكن لممارس التمريض أو البراكتيشنير أنه يلعب دور كبير جدا في الرعاية، لأنه ممكن يقعد مكان الفاميلي ميديسن دكتور بكل بساطة. لكن في التخصصات الفرعية والدقيقة جدا مثلا جراحة الأعصاب، جراحة الشرايين، الأوعية الدموية، الأشياء هاي بدها دكتور. فبعض التخصصات تتطلب مهارة وتدريب لا يمكن أنه النيرسينج براكتيشنير يغطيه بالكامل. لذلك لازم خطة وطنية كاملة وشاملة تلاقي لها حل وتجيب ناس يرضوا انهم يدرسوا اصلا طب. اذا خلاصة الفيديو، امريكا حاليا وانا بكلمك فيها نقص بالتمريض حوالي 900,000 او مليون ممرض. هذا النقص كل سنة بزيد ما بين 100 إلى 200,000. هذا النقص راح يزيد اكثر واكثر لعدة اسباب، منها انه في ناس كثير بتقاعدوا، منها انه ما فيش حدا راضي يدرس في الجامعات، منها انه تدريس تمريض غالي، منها انه عدد الناس بيزيد وعدد المستشفيات بيزيد، منها انه حتى لو تخصصت بتخصص معين ممكن لقدام تلاقي تركيبة السكان اختلفت وصارت في حاجة الى تخصصات ثانية. فخلاصة الفيديو، لو رحنا امريكا بنلاقي شغل؟ طبعا بتلاقي شغل، بس اعرف ايش تتخصص بالاول وفي الاخر، هي شغلة رزقة. بالنهاية لازم اذكرك بنفس الكلمة اللي هي: لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.